دعت ليه حد بيعكس ولا حاجه؟ انت تستهبل؟ ده مين ده اللي هيعكسني؟ يا ده انت مستقل بنفسك كده ليه؟ ده انت موز الموزز وتتاكل اكل. اللي بعت الرساله دي عارف احنا عملنا ايه بالظبط، ومش بعيد يكون صلاح الطوخي هو اللي بعت الرساله دي. يا رفاعي يا حبيبي بطل هبل. صلاح الطوخي لو عارف حاجه مش هيعمل شغل النسوان ده. وبعدين قلت لك قبل كده، هو لو عارف حاجه كان زمانك مشرف في الحجز من اول امبارح. مش لوحدي يا زناتي، فوق لنفسك واوزن كلامك. يا جدع انت مالك بقيت قفاش كده ليه؟ مش قافش، انا بس بفهمك. انا مش هشيل شيلتك واسيبك تبعزق في فلوس لطفي ابو المجد. الفلوس اللي بتتكلم عليها رفاعي، ما انا بقسم الفلوس معاك اول باول يا جدع. ما يخصنيش الكلام ده، زي ما غرستني في المصيبه دي لازم تخرجني منها، لاما وعزه جلال الله هتربقها فوق دماغ الكل. واخرتي ايه يعني؟ شاهد زور. انما الدم اللي في الليله دي يخصك انت وابن لطفي ابو المجد. طب ايه ده كده؟ بخلينا نلف لك سيجاره تهديك بدل ما تقعد تهرفط بكلام انت مش قده. انا ما بهرفطش يا زناتي. ياد ما تبقاش عبيط امال، انت مش بتقول الرساله مبعوته لك من غير رقم؟ هنعرف اللي بعتها منين؟ إيه؟ ماليش فيه. تشوف لك حل في المصيبه اللي جرجرتني فيها دي. واما وعزه جلال الله هتزعل انت واللي وراك. طب افرض يا بيه خدوا الرقم ومشوا وراه زي ما سعادتك عملت قبل كده، ما هو ساعتها هيعرفوا مكاننا وهنروح في داهيه. ما تخافش يا ابراهيم، الشريحه اللي فريده جايباها مش بيظهر لها رقم. بعدين زلاتي واللي معاه مش واصلين قوي جوه شركات التليفون. احنا ربنا كرمنا فريده، لولا ما كناش عرفنا نعمل حاجه. الله الله يكرمها ست فريده، دي بنت حلال. كرمتنا اخر كرم والله، كنا عايشين في نغناها وعز عندها. ده الحيطان عندها نكسر بيك بدل الزريبه اللي احنا اترمينا فيها دي. بس برضه يا بيه انا مش فاهم، يعني الرساله دي هتعمل ايه؟ لا هتعمل كتير يا ابراهيم. الناس دي طول ما هم مع بعض ايد واحده مش هنعرف نعمل معاهم حاجه، لازم يتفرقوا. ورفعنا عارفه كويس، لو خاف يبقى احنا قطعنا نص المشوار. ايوه بيه، بس هم مش هيسيبوه، يعني هيفضلوا وراه برضه، مش هيسيبوه يردوا بقرشين يعملوا معاه اي حاجه. وانا كمان مش هسيبه. انا كل شويه اقعد ابعت له رساله انقح من اللي قبليها لحد ما يفرفر ويجيب اخره، وساعتها اعرف اضربه امتى. الله ينور عليك. مش مباحث وبس، ده انت مباحث وعصابة كمان. يعني انت متأكدة يا فريدة انه دلوقتي في مكان امين؟ والله يا طنط ما تقلقي، انا حودة طمني وقال لي ان هم في مكان ما يخطرش في بال اي حد. يا حبيبي يا ابني، واخرتها بقى في البهدلة والشحطات اللي هو فيها دي. بهدلة وشحطات ايه بس؟ ما انت عارفة سليم ابنك كويس قوي، جامد وقدها وقدود. جامد من بره بس من جواه اغلب من الغلب. انت ما تعرفيهوش يا فريده زي حته من قلبي. كانت فين الحنيه دي من زمان يا ماما؟ انت كنت بتديله كل محاضره والتانيه. كنت خايفه عليه، خايفه عليه من قسوه الدنيا، لكن هو مكتوب عليه قسوه الدنيا. بس انت معاكي حق، ريتني كنت طبطبت عليه وخدته في حضني زي الأمهات ما بتعمل. كان على الأقل استحمل قسوة الدنيا دلوقتي. إيه الكلام اللي أنت بتقولي ده بس يا طنط؟ طنط أنت حد فيكي حنية تكفي الدنيا وما فيها، وأنا واثقة ومتأكدة إن سليم أول واحد عارف كده. أه والله يا ماما، ده أنا حتى طول عمري بغير عليه من الحضن اللي أنت بتحضنيهولي. ده أنت عليكي حتة حضن يا ماما. نجيب قهوة تاني ولا ايه؟ عاوز سعادتك تعمل يا فندم. على الأقل بيقولوا إن القهوة فيها فيتامينات ومغذية، أهون بكتير من السجاير اللي هتجيب لنا الجلطة دي. أه يا فندم، ما ممكن يجيب لنا جلطة برضو من قلة النوم. سعادتك هنا من 7 الصبح والساعة داخلة على 1:30. إيه خايف على صحتي أوي يا أخويا؟ طبعًا سعادتك، وأنا عندي أغلى من صحة سعادتك. لا اطمن خالص، الحمد لله أنا صحتي زي البومب، ولا تحب أقوم أثبت لك وأكشم لك. لا لا يا فندم، طيب أحسن. أيوه كده اتظبط. ها عندك جديد؟ قرينا المحضر 4 مرات يا فندم. وخمسة. وخمسة؟ مفيش حاجة جديدة يا فندم، كله كلام منطقي. أنت عارف يا وليد إيه الغلطة الكبيرة اللي إحنا عملناها؟ إننا ما جربناش نمشي ورا كلام سليم الأنصاري، مع إني كنت متأكد إنه كلام تافه وملوش أي قيمة، مفيش عليه أي دليل. ماشي يا فندم، حضرتك بتقول أهو كلام تافه وملوش أي قيمة،
امشي وراه ليه وانا عندي كلام منطقي ومترتب؟ لو في حاجه انت واضح انك مش فاهمها، اي كلام في اي قضيه مهما كان تافه وملوش قيمه ممكن يوصلك لحقيقه مش ممكن توصل لها في العادي. لا معلش يا فندم، ده ما كانش راي سعادتك في الاول. الاول كنت بتقول القضيه محلوله وما فيهاش اي مجال للتفكير. غيرت رايي يا سيدي، عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع ولا حاجه، بس يعني ما فيش حاجه جد تغير تفكير سعادتك الا بقى لو في حاجه جديده انا ما اعرفهاش. ايوه في، ارتحت؟ وما تسالنيش عشان مش هقول لك، لانه من المصادر السريه. ولاول مره احس ولو انه احتمال ضعيف قوي سليم الانصاري ممكن يبقى مظلوم. احتمال وضعيف. ايوه، وهجرب امشي ورا الاحتمال الضعيف ده. هتمشي ورا ازاي يا فندم؟ نحط عينينا على اللي هو اتهمهم. لطفي ابو المجد وحماد وابن لطفي ونشأت ورفاعي وزناتي. لا، رفاعي شاهد في القضيه لكن زناتي ملوش دعوه بالقضيه، ده حتى سليم ما جابش سيرته في التحقيق. بكره هتعرف. على فكرة بقى، زناتي ورفاعي هما الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقة، عشان كده عايزك تعمل لي تقرير وافي عنهم هما الاتنين وتحطولي على المكتب في أقرب وقت ممكن. تمام سعد، حاضر. نشرب قهوة تاني؟ نضرب يا باشا. زناتي يا اخويا اللي مقعدك كده، انت ما نمتش لغايه دلوقتي ولا ايه؟ لا ما نمتش. نام انت صفاء. نام ازاي بس يا اخويا واسيبك وانت قاعد كده؟ في ايه يا اخويا اللي مشايلك الهم كده؟ مش انا اللي شايله صفاء، الهم هو اللي راكبني مش عايز ينزل، عامل زي القطف فوق ظهري ملازمني منين ما اروح. ليه بس كده يا اخويا؟ هو انت مش لسه قايل لي من كام يوم انها الحمد لله فرجت وانها هتفتح لنا من واسع؟ كنت فاكر كده يا صفاء، كنت فاكر الدنيا بعتت لي موضوع لطفي ابو المجد وابنه ده عشان تصالحني على اللي عملته فيا طول عمري، بس الظاهر اني طلعت عبيط. عارفه يا صفاء، الدنيا دي ليها ناس وناس، وانا الظاهر كده مكتوب لي الدنيا تفضل مدياني ظهرها طول عمري، وحتى اليوم اللي تديني فيه وشها تبقى خبيالي خنجر وضرها. صلي على النبي كده يا اخويا، هو بس في ايه حصل لده كله؟ عارفه صفاء، زمان لما كان جوز امي يضربني كنت قاعد اصرخ واقول له حرام عليك هموت، كان يقول لي موت، يقول لي موت يا اخي وريحنا، ريحنا من نحسك، انت اللي فقر البيت. هو انا نحس صح يا صفاء؟ كنتش فقر وانا مش دريان؟ فقر يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها، وانا شفتها انا غير معاك. انا ايه بس يا صفاء؟ تضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ انا ايه اللي هتشوفيه مع راجل محروم الخلفه؟ اسكت يا صفاء. خلفتي يا اخويا وعيالي اللي بتتكلم عنهم دول؟ وانا عندي في الدنيا دي كلها غيرك يا زناتي. وبعدين يعني هو انا هجيب عيال منك منين؟ ما انت عيل اهو. ولو جبت عيال هجيب لهم صحه منين؟ ما انت مشايلني الهم. اصل يا صفاء، عارفه يا بنت، انا الدنيا ما جبرتش بخاطري في حاجه غيرك انت. وانا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي. مش هتقولي بقى شايل الهم ليه؟ عشان الدنيا اللي عايزاني افرح ولا سايبني افرح بالحاجه اللي خدتها بدراعي. بس وعز جلالة الله ما هسكت، وهاخد فرحتي غصب عني عن الدنيا، ولو هطير فيها رقاب. حضرة الأمير، حضرتك نسيت التليفون. فوريا هو انت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا ابراهيم،
انا افضل اكسر في اعصابه حته حته عشان لما اعرض عليه الحل يمسك فيه بايده واسنانه. طب هو ايه اللي يخليه ما يوافقش على الحل؟ الطمع والجشع. بعد احنا برضو مش عارفين حتى ناحيه ثانيه ممكن يكون بيعمل معاه ايه. انت عارف يا ابراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه ايه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجه مستخبيه بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا نصعد الغشيم اللي بيعمل كده. احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه ودنه حنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتجنن. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص. فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نمله احمر. انا ابقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين هي الرساله دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك، انت ساعه الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان، خلصانه بقله اصل. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى، البيع رايح جاي يا روح ما بعدك روح، خلصانه عليا وعلى اعدائي. يا جدع بطل الفطه في الكلام بقى وكلام فارغ بقى، ابيعك ازاي يا جحش انت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ قول روحك. انا بقول لك انت يا بهيق، يا ده انت اخويا ورا ليه حد في الدنيا غيرك يا اهبل؟ بالذات انا مش هروح في داهيه لوحدي. محدش هيروح في داهيه غير سليم الانصاري. هو كمان هربان اليومين دول عمال يتنططنا زي الفرعلوس كل شويه. مره يروح لحماده تايسون الله يرحمه، مره يطلع لك في المحمول. بس هو راح من شرف امه اللي دفعه ثمن ده كله غالي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله. لكن هيشتغل لنا في الازرق ده انا اللي بدعته. وهو الجار على روحه بقى. كم حسست انك وزير الداخليه براح امك؟ طالما جبت سيره امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخليه ذات نفسه. ده انا زناتي يا ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع. غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك انك كل ما يبعت لك رساله من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو تمنح. لخص يا زناتي، عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذه سعاده الباشا، سعادتك عارف ان انا ابن المنطقه وبعرف دبه النمله حتى قبل ما تحصل. وليه في كل خرابه عفريت؟ وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفنا يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر، انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجه. قول يا ابني انجز. لا مؤاخذه يا باشا، المنطقه بتفرط مننا، ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطره اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. ارتاح يا باشا مصر. مؤاخذة باشا، يعني العيال الشمر اللي في المنطقة بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني مؤاخذة، يعني بيقولوا لا مؤاخذة ده كلام ومش كلام يا باشا. ولو سليم الأنصاري موت العيال الصغير في القسم ومحدش قدر يهاوب ناحيته. ودخل المنطقة وهو هربان وقتل حمادة تايسون وخرج سخسرين. يعني لا مؤاخذة كده يا باشا، يعني بالمفتشر كده يعني، لا مؤاخذة ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الأنصاري، بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمة. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرتل بيهم واد من برشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا، بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمى كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لف عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده، ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده مش هنعرف نرفع عيننا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا، بس احنا برضه لازم نفكرها. البني ادم نساه، واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ اه يا باشا رد. نمره، ونمره كبيره كمان، نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ لما اقص سعادتك يا باشا، انا يعني عندي فكره صغيره كده، لو عملناها هتبقى جون، وجون كبير كمان وفي المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعدة هتحصل في المنطقة هنا يا باشا، تجار سلاح، تجار من المنطقة ومن الضرب الأحمر ومن نزلة السمان ومن الصعيد بيرتبوا البيعة كبيرة قوي. القعدة دي تحصل يوم الجمعة بالليل في بيت حسان أبو سنة. أنت شارب حاجة زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان أبو سنة كده عادي؟ ما أنتش عارف إيه اللي حوالين بيت حسان أبو سنة؟ دي هتبقى حرب يا ابني، ما هياش أي طلعة. عارف سعادتك، عشان كده بقول لسعادتك إن هي محتاجة ترتيب وشغل عالي. بس النمرة زيادة يا باشا، هترجع علينا هيبتنا زي زمان.
وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه كل قرد يلزم شجرته. وبعدين لما مؤاخذه يا باشا نمر زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك يا سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر. حلوة ومتدلعة وفي مشيتها شخلاعة يا صغنن على الشيل والشقة. ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطة، اسلوبت لك يا اخويا الاول. عديني يا بنت، انا عايز اشيل عنك اسمعي مني بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بنت. بنت لما تبتك يا اخويا المساعد ربنا. وماله، مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك؟ ولو خايفة من الجميلة يعني ابي رديالي اول ما وصلك البيت ابي اعملي لي شوية شاي وكيك. حكيم انا عايز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفة يا بعيد. بيت ايه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا اخويا برشامجي يا بتاع المخدرات؟ وديني لما ينزل اشرف لو اوريك شغلة. لا اشرف، لا اشرف، لا والنبي اشرف مين؟ اشرف مين ده؟ زمان واقف عسكري في كمين. يا بنت اسمعي مني وسيبك من الواد الكحيان دوت. هكتب عليكي وبالحلال وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغي. ومفيش كلب هيستجري يبص لك في المنطقه دي هي كلها. ايه يا زلط صوتك عالي ليه؟ جرى يا معلم، ما تحس طبيعيك عني ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا هتدوروا على حريمه كمان. الله الله الله، في ايه يا قط؟ الله استنى، ضوافرك علينا ليه بس؟ قوي الواد ده مستقصدني في الرايحه والجايه، يا تلمه انت يا تقولي انا لمه. مستقصد مين يا ام مستقصد؟ ده امك المدير. خلاص يا زلط قط. معلش يا نور، توكلي انت على الله دلوقتي. روحي. هو ايه اللي بتجري على الله؟ روحها يا معلم، انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت الطول يا بقى، طول واحده زي دي تركبك؟ بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين البردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل ياد ما تفهموش انت. هعمل ايه يا معلم؟ البنت هتجنني، دي عليها جسمي يودي الاسم. معذوره زلط. بس انت بقى الغشوميه بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجه. سيب بقى معلمك يتكتك ويظبط ويتصرف. خلاص بقى يا نور، معلش. هو انت مش بهدلتيه وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ طب واخرتها ايه يا ابو؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحه وفي الجايه كده؟ تفتكري انت لو ابراهيم كان موجود كان قدر يعمل معانا كده؟ يو يا نوره، ما تقلبيش عليا المواجع بقى يا بنتي. انا اللي فيا مكفيني. مواجع؟ مواجع ايه بس؟ هي المواجع محوطانه من كل ناحيه. حتى اشرف، اشرف اللي قلت هتسند عليه مش لاقيه هو اخر. يعني يا رب هو انا مكتوب لي افضل لوحدي كده؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ قوليلي. بعدين يا صلاح، حل ايه؟ موضوع سليم الانصاري ده بوخ قوي وبقى دمه تقيل. هو بايخ من الاول خالص ودمه تقيل يا فندم. ايه اللي جد؟ لا جد جديد. دلوقتي كل من هب ودب بيتنطط على قفانا يا صلاح. انا مش فاهم حاجه يا فندم. جايلنا تقارير بتقول ان استمرار هروب سليم الانصاري حاطط الحكومه كلها في مازق. طبعا بتحمل فساد وبتدافع عنه. وبعدين اعضاء من نواب المجلس راحوا قابلوا السيد الوزير كلموه كلمتين بايخين. ما يصحش، رزال. وبعدين جاي لي تقرير دلوقتي من اسم العمرانيه بعد اللي عمله سليم الانصاري. بقول لك مش عارفين يسيطروا على الاسم. دخل قتل الواد اللي اسمه تايسون وطلع محدش قدر يقرب منه ومشي. هو مين يا فندم اللي قال ان سليم الانصاري هو اللي قتل تايسون؟ الله، ترى يا صلاح انت مش سمعت الواد الشاهد اللي جابه لك؟ بس الموضوع يا فندم لسه في النيابه، لما يخرج من النيابه نبقى نعرف بقى هو مدان ولا بريء ولا ايه بالظبط، وهو اللي عمل كده ولا لا. انت حكايتك صلاح؟ انا مش جايبك هنا عشان نحل فوازير، لا انا مش عارف الاقيها منين ولا منين ولا منين. الجرايد والصحافه والسوشيال ميديا اللي فاتحه الهواء وعماله بتاخد تليفونات، تاخد تليفونات وتسمع بقى ما تقرا. مره يجيبوا ام الولد وتسمع، تسمع كلام ما تطقوش. ومره يجيبوا الواد التاني ابن الراجل اللي هو شايل من سليم، ما تعرفش تحقيقها منين ولا منين. وبعدين انت ايه حكايتك صلاح؟ الله، انت اول واحد في مصر كنت عاوز تقبض على سليم الانصاري، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ ما زلت مصر ان اقبض على سليم الانصاري يا فندم، بس انا ليا تحفظ واحد بس، يا ريت الضغط اللي علينا ده مش هو اللي يحركنا.
وهو ده لو ما حركناش ايه اللي هيحركنا؟ احنا ماشيين في الموضوع يا فندم، وفي شويه خطوط كده وفي خطوط. ايه يا صلاح؟ مفيش الا خط واحد بس اسمه سليم الانصاري، تجيبهولي من تحت الارض. لو انت مش قادر يا صلاح سيب القضيه وامشي، اشوف ضابط تاني غيرك. اتفضل. مفهوم يا فندم. بعد اذن سعد. أنا وأنت في أرض ونقدر نطلع منها لو حطينا إيدينا في إيدين بعض. صدقني يا رفاق مفيش حد هيساعدك غيري. انا عارف انك خايف، بس قريب قوي ابعت لك رساله اقول لك تروح فين وتقول ايه عشان نطلع من المصيبه اللي احنا فيها انا وانت. سلام يا رفاعي. يلا يا طنط، ده انا نزلت الحاجات كلها على العربيه. لسه ما جهزتيش؟ لا يا حبيبي انا جاهزه اهو. ما نادحتنيش ليه انا ولا سلمى نشيل معاك؟ لا بسيطة 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 بسيطة. لا مو باين. انا خلصت لبسها بقى دي كده. عنك عنك خليها تشيل معاك. ايه العند اللي انت فيه؟ عامل زي سليم بالظبط. كانوا بيسوقوا ايه في الكلية؟ عند ده مش عندي يا ماما. البيع عايز ياخد الثواب كله لنفسه، صح ولا بفتري؟ لا بتفتري. طب يلا بينا عشان باين نفسك اتقاطع. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. دلع السلامة يا بابا، وحشتني الكام يوم اللي انت غبت عني فيهم دول. ايه اتبسطت هناك ولا الولاد زعلوك في حاجه؟ انت عاوز تلبسنا ايه بتهمه وخلاص ولا ايه؟ بترد عليا يا جدو؟ عايز اعلقني في اي اسم من الاسام؟ ايه علقك دي؟ من امتى ابوك بتاع تعليق؟ انا بعون الله ممكن اخد منك كل اعترافاتك من غير ما امد ايدي عليك. يا خاطر انت جديد. والله احنا اتبسطنا قوي يا بابا، حتى كمان جدو كان مبسوط جدا، مش كده يا جدو؟ بس كان نفسي انك تبقى موجود معانا يا بابا. معلش متعوضه ان شاء الله. طب يلا اطلعوا اوضكم انتوا بقى عشان انا عايز اقعد مع جدو شويه، في كلام كتير قوي عاوز اقوله له. ايه ده؟ عاوز تطلع معاهم ولا ايه؟ الله الله. غريبة قوي يا رفاعي. معقولة بطل من نفسه كده بعت لك الرسالة اللي كان بيبعتها؟ سلامتك اخويا جيب لك ميه؟ لا مفيش حاجة، ما تشغلش بالك، شرقة وراحت لحالها. ما ردتش عليا يعني؟ ما هو تلاقي حسابها يعني. قال لك زناتي ورفاعي دول اخوات والداخل بينهم خسران ومفيش واحد هيبيع التاني، يعني خلصانة من الحضانة. على قولك اكيد ده اللي حصل. عموما المصلحة ان احنا خلصنا منه من زنه. بقول لك ايه، روح بقى رايح لك ساعتين، عندنا شغل تقيل بالليل محتاج راحة. سلام. سلام يا شبح.
اتفضل. اما انتوا يا ولاد النهارده خدتوا ثواب كبير قوي. وهل ما كانش ينفع ناخد ثواب من غير ما نشأكد يا ماما؟ على قد الشقه على قد الثواب. ما تقعد يا حسام. لا طنط الحساسه، انا بقى هسيبكم ترتاحوا. نرتاح من ايه واحنا كنا بنحارب تحت عوم على عوم الفرفوره دي؟ فرفوره؟ اه هي وصلت لفرفوره؟ اه. طب انا اروح اعمل غدا عشان اثبت لك ان انا مش فرفوره. ربنا يستر. سمعتك على فكره. والله يا حسام يا ابني انا ما عارفه اودي جميلك ده فين. جميل يا طنط، وانا عملت حاجه؟ انت ربنا بعتك لينا عشان تكسر وحدتنا والطيب خاطرنا. وحدتي يا طنط ما تقوليش كده. وبعدين حضرتك شفتي النهارده لما رحنا وما همناش حدش فيهم عارف يفتح بقه بكلمه. ان شاء الله بكره سيم هيطلع بالسلامه. كل دول هيندموا على هم عملوه. يا رب يا ابني، يا ربنا يفك كربك وكربه. يا رب ان شاء الله. اللي بالحق عملت ايه في التحقيق بتاعك؟ صحيح والله لسه، بس ما تقلقيش يا ما دقت على الراس تقول. ربنا ينصرك يا ابني يا رب. ان شاء الله. معلش يا حسام تحط بلا على السفره. ايه يا سلمى، مش هنتغدى ولا ايه؟ اه حالا حالا. وانت روح حط الاطباق دي على السفره. شفت سليم وجرأته يا سيادة اللواء؟ دخل عليا البيت رفع في وشي السلاح كأنه مستبيع. أنا بيني وبينك في الأول خدت الحكاية على كرامتي أوي. بعد شوية افتكرت كلامك قررت أسمعه. بقى مش مهم عندي هو دخل ليه، بقى الأهم عندي هو قال لي إيه. ساعتها افتكرت اللي أنا اتعلمته منك زمان. دايما كنت بتقول لي دور على الصح فين والغلط فين، وأنا أول ما أشوف الصح أمشي وراه مهما كان الثمن. بس بيني وبينك أنا لأول مرة اكتشف إن الصح بقى مغروز جوه الغلط. اتنين في بعض مش قادر افصلهم عن بعض. خصوصا بعد ما سمعته بالورق والأدلة سليم مجرم، لكن لما قررت امشي ورا كلامه اكتشفت حاجات كتير قوي مريحتنيش. لطفي، رفاعي، الواد الأمين اللي اسمه زناتي، لا واللي زاد وغطى بقى سيادة اللواء عماد. بعد ما كان عنده استعداد إن يلم الموضوع بقى عاوز يجيب سليم النهارده قبل بكره. ما عندوش استعداد يسمع أي كلام تاني. أنا بصراحة ما بقتش عارف أعمل إيه. أنفذ شغلي وأمشي ورا القانون وأنفذه بحذافيره وأجيب سليم، ولا أمشي ورا الإحساس اللي عمال يكبر كل يوم بالشكوك اللي فيه كل يوم. أنا مش عارف أعمل إيه يا سيادة اللواء. إدعي لي يا سيادة اللواء. إدعي لي ربنا ينور لي بصيرتي عشان أعرف الحق فين. خلاص يا رجالة، الخطة مفهومة، كل واحد عارف دوره. الطلعة دي ما ينفعش فيها أي غلطة. الغلطة هنا بفور، مش عايزين مصايب. ها؟ إحنا مش طالعين كبسة على غرزة. تجار سلاح، بيت فيه سلاح للركب وطلقات زي الرز. تركيز، جاهزين يا رجاله؟ يلا توكلوا على الله. على الله يا باشا. يلا اتفضل يا باشا. مالك يا دي يا ابن الداخل انك مخطوف ليه كده؟ انت مش عايز لوني يبقى مخطوف في يوم زي ده وش الفقر؟ ولا انت واخدني دريم بارك تركبني الزحليقه؟ هزحلقك يا روح امك. عارف يا دي رفيع اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه؟ خدودك يا منيل. استنى يا هات تليفونك اعمل مكالمه سابر وليه عينه في البيت ومعيش رصيد. خد بس انجز مزدين وهي تتصل، مش هتحبها على حسابي. هات يا منتن يلا دي مكالمه كده تبقى خلصانه بسنكحه. خلصانه بعفانة يلا.
والله يا بيه ما انا عارف اخره الرسائل اللي انت بتبعتها للي اسمه رفاعي ده ايه. الرسائل دي هتخليه يخاف يا ابراهيم. طب افرض خاف بجد يا بيه وراح بلغ. مش هيبلغ. البني ادم دايما عايز يعيش في امان، وخوفه على نفسه يخليه يعمل اي حاجه تتخيلها. انا دلوقتي بحاول افهمه ان هو ممكن يبقى كبش في ده للي حواليه، وساعتها مش هيطمن لاي حد، عشان هم دلوقتي بيحاولوا يفهموه ان انا الخطر الوحيد اللي عليه، وانا لازم افهمه ان انا الحاجه الوحيده الامان في حياته. فهمت يا ابراهيم؟ ربنا يعينك يا بيه، ربنا يعينك. فرضنا ان ده اللي حصل، تفتكر يا بير فاعي هيسيب شراكاته ويسلم لك نفسه؟ الكلام ده لو سبته منه لنفسه، لكن هسويه على نار هادي، واول ما يستوي هروح له واعرض عليه ان هو يساعدني عشان يقدر يساعد نفسه. ازاي بس يا بنت؟ مش بتقول ده شكاك وبيشك في صوابع ايديه؟ هيطمن لك ازاي؟ الكلام ده يا ابراهيم لو انا رايح اقول له كلام فارغ، بس انا ضابط شرطه بفهم في القانون مش بايع بطاطا. هعرض عليه عرض مفيش حد هيقدمه له في حياته، شهادته في صفي قدام ابوه في القضية. هو بقى يفكر يفضل معاهم ويروح في 60 داهية، يجي معايا ويخسر خسارة صغيرة ويخلص بتهديدهم طول العمر. انت بتفتكر يا بير فعلا ما بيقولش لزناتي على الرسائل اللي انت بتبعتها له؟ يمكن يكون في الاول قال، بس انا براهن على حاجة واحدة بس، زناتي ما عندوش حاجه يطمن بيها رفاعي قصاد كميه الرسائل اللي انا ببعتها له. ودلوقتي او بعدين رفاعي مش هيلاقي حل تاني قدامه غير انه يبطل يحكي لزناتي على اللي بيحصل، وبعد كده يدور على حل لنفسه، وده الوقت المناسب اللي هظهر له فيه واتفق معاه. خلي بالك انا عشرت رفاعي كويس وفاهمه كويس جدا، والنوع ده لما يخاف ممكن يعمل اي حاجه. Thank you.